يعني مستمرين برحلتنا الممزوجة اليوم بين التراث، الثقافة والفن. بأرض حلب بيمتزج الفن والأصالة والتراث والغناء والطرب والأكل وكل الأشياء اللي هي بتعبر عن الحضارة. هالأرض مليانة خيرات، أبنائها مليانين طبعا بالطاقات. اليوم معنا طفلة موهوبة، هلا صارت شابة، يمكن رافقناها من بداية ما بلشت بهالموهبة، ونحن سعيدين انه ببرنامج صباحنا غير دائما بكون معنا رود. عم شوف موهبتها عم تكبر اكثر واكثر، عم تشتغل على حالها كثير، واليوم فقرتنا طبعا خاصة معها عن القدود الحلبية. يسعد صباحك يا رود. يسعد صباحك، صباح الخير، صباح التراث، صباح الحضارة. أول شيء نورتوا حلب، حلب الشهباء، حلب التراث، ونحن كتير بنفتخر بوجود الإخبارية السورية عندنا بحلب. أكيد معكم دائما بإحياء ذكرى الانتصار، وإن شاء الله هيك لتعود الحياة لكل المفاصل إن شاء الله يا رب. بحلب. يا رودة صباحك حلبي، شو بدك تسمعينا اليوم هيك شي عن القدود الحلبية بداية هيك صبحي علينا؟ يلا. صعبان الفرقة علي بشتقنا إلي هم إليهم، والله ما أريد ما أريد باليني بالوهم. البلبل ناغى غصن الفل أي شيء النعماني، البلبل ناغى غصن الفل أي شيء النعماني، قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني، يا عيني بين الياسمين والريحاني. إيش الشحد على باب الدار قالت له الحلوة على الله، إيش الشحد على باب الدار قالت له الحلو يا الله، قال انا ماليش
شحات أعطيني بص دخيل الله يا عيني أعطيني بص دخيل الله قدك المي السيامري يا غصي البهن كد يزري قدك المي أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري زقفوا لك الكل يعني كل الكادر وكادر المتحف يا رود يسعد صوتك اكيد رود وحالنا حال نحن ما بدنا اياك توقفي عملتي لنا هيك مدلي صغير حلو من القدود الحلبيه خلينا نحكي اليوم لوين وصلتي بشغلك على مشروعك ونحن بنعرف سابقا انه انت عم تشتغلي على اغاني خاصه تشتغلي عليها طبعا بالشراكه مع والدتك بدنا نوجه لها تحيه نقول لها صباح الخير اللي هي دائما بتحاول طبعاً. تكون عرابه هذا النجاح وتاخذك بكل الاماكن اللي ممكن تستفيدي منها سلي. فنيا عم بشتغل اغاني جديده ان شاء الله حنزل قريبا الاغاني هي بتلامس كثير القلب هي كمان انا بدي اشكر والدتي مثل ما قلتي على دعم الدائم لي ودائما رح انا اقدم شيء جديد لحتى ان شاء الله اوصل للشيء اللي بدي اياه واحقق طموحي رودا شو نوع الاغاني اللي انت هيك حابه انك تكون باسمك او لإلك هل هي باللهجه الحلبيه او لا في شيء هيك طربي او شيء شو النوع اللي انت بتحبيه لا انا بالنسبه لي الفنان لحتى يكون ناجح لازم يقدم كل يتقن كل الانواع يتقن كل الانواع لانه نحن دائما بنحط انه دائما انا باعتبار بنت حلبيه لازم اغني حلبي صحيح وبنفس الوقت لازم اغني اغاني للسيده ام كلثوم الموسيقار فريد الاطرش احيا هذا الزمن الجميل فلازم دائما انسق بين الاثنين والاغاني اللي يعني اللي يكونوا خاصين لي حاول انه يكون فيهم ميكس تقريبا شيء يكون فيه تراثي وشيء حلبي حلو كثير يعني رود قبل ما نختم معك فقرتنا لليوم كمان بدنا غنيه من الاغاني اللي انت محضرتيها لليوم هيك نستمتع فيها ويستمتع المشاهدين معنا بصوتك الجميل ابعت لي جواب 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 وطمني ولو انه عتاب 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 لا تحرمني ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب 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 وطمني Thank you.
غيابك طال وبستنى قلبك ما يتهنى غيابك طال وبستنى قلبك ما يتهنى غيابك طال وبستنى وقلبك ما يتهنى إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ومرعتني إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ومرعتني ابعتلي جواب ابعتلي جواب ابعتلي جواب وطمني ابعتلي جواب 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 وطمني ولو انه عتاب 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 لا تحرمني ابعتلي جواب ابعتلي جواب ابعتلي جواب 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 وطمني سلام هالصوت يا عيون سلام هالصوت نحن اكيد يعني بنتمنى لك انك فعلا تحققي كل احلامك تسلمي. ومره عن مره بس تكوني معنا تكوني محققه انجاز تحلمي فيه يكون لك اغانيك الخاصه نشكرك على وجودك معنا بشكركم كمان على الاستضافه الحلوه وعلى المقابله الحلوه وان شاء الله هيك دائما بكون معكم وطموحي بكون كل ما اللي عم بحققه اكثر اكيد ونحن دائما ندعم بصباحنا غير المواهب الشابه السوريه كيف ببنت حلب صاحبه الصوت الجميل اكيد دائما نحن حاضرين لندعم الجميع بكل مشاريعهم يعطيكي الف عافيه وشكرا كثير لك رود شكرا لك يا رود اما هلا سلمى بدنا نروح لفاصل وراجعين